كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو رح احكي فيه عن 3 بارفانات للشعر انا استخدمتهم وجربتهم، وبالاخير رح اقول لكم انو وحده احسن وحده. فقبل ما بلش بالفيديو، اذا انتم جداد على القناه لا تنسوا تشتركوا بقناتي حتى نكبر اكثر، وبس هيك يلا نبلش. فنبلش بالفيديو. اول شيء نحكي شوي عن البارفانات للشعر والروائح اللي الشعر موجوده بالسوق. طبعا انا ما جربت ابدا ابدا ولا اي بارفان حطها على شعراتي. لما كنت بالماركت فشفت هدول المنتجات فقلت لا جرب. من ناحيه انه البارفانات منيحه للشعر، للاسف هي ما لها منيحه للشعر كثير، يعني لانه فيها نسبه من الكحول وهي الكحول بتنشف لنا الشعر تبعنا. بس طبعا اذا انتم يعني ما تكتروا كثير، عرفتوا يعني مو كل يوم ولما تتحمموا هذا، او كل ما نكون انتم قاعدين بتكون تبخبخوا بارفان على شعراتكم، لا يعني سوى مرة بهالشهر كذا هيك. وخاصة هلا احنا مثلا لما بيكون صيف وكذا بتحبوا هيك انه تكونوا ريحتكم حلوة، انه يضل الشامبو كمان، لانه كمان في انواع من الشامبو اذا انتم كمان عم تستخدموا شامبو بيو وكذا ما فيه ريحة كتير او شيء. البارفان هو بيخلي انه يكون لكم ريحة، يعني تضل الريحة، لانه الشامبو يعني مثلا بتتحمموا يعني بعد الحمام 3 ساعات 4 ساعات ما بتضل الريحة كتير. فهيك انا قلت لحالي رح جرب هدول المنتجات وشوف اذا عن جد ناح ولا لا. فاول وحدة هي هي البارفان. هي البارفان ما بعرف اذا مبينة عندكم، لحط لكم اياها فوق لانه ما عم تبين كتير. هي البارفان كمان جبتها من الروزمان، يمكن بظن بالدي ام موجودة ما بعرف. المهم هي البارفان اسمها كاتي، هيك اسمها، ما بعرف اذا عم اقول الاسم صح. المهم شو مكتوب عليها؟ من كوينز يونايتد. هون لكم بتشوفوا انتم ورا مكتوب انه فيها كحول وكذا، يعني انه بارفان. فريحتها لهي البارفان ريحتها شوي جاية على ريحة فواكه، مو كتير يعني شوي، بس ريحتها عن جد حلوة هي من هي الزهر. فلما بخيت اول وحدة من هي يعني بدي اقول لكم ضلت ساعتين هيك فيكم تقولوا ثلاثة مو اكتر، لتاني يوم ما ضلت ابدا. اذا كترتوا كتير منهم مو كتير منيح، عرفتوا الاحسن انه تبخوا بس بخة بختين ثلاثة وهيك، يعني ريحتها حلوة بس انه عرفتوا بحس انه هي للصيف اكتر، لانه هيك راح ريحتها ريحة انتعاشك فريش. ضلت ساعتين ثلاثة بس ما ضلت لتاني يوم. انتو كمان فيكم تجربوها، وكمان انا حطو لكم تحت بوصف روابط كل البارفانات اللي انا بستخدمها اذا بدكم تشتروها. ايه وريحتها جاية شوية على ليمون، هيك انا عم حس يعني فيها ريحة شوي ليمون بس كمان مع ورد، يعني هيك ما بعرف. فقديش بعطيها من 10؟ 5 من 10، يعني النص. نجي هلا لتاني بارفان للشعر، هذا هو. هاي البارفان للشعر من نيهان وكمان من هاشتاغ كوينز يونايتد. حسب رأيي ريحتها أحلى من أول بارفان، وريحتها مبينة يعني بريحة شوي عربية، عندها هي الطابع العربي، عرفتوا؟ أنا بظن إنه اللي مساويتها يمكن تركية أو شي، ما بعرف نيهان اسمها. هيك ريحة ناعمة و خفيفة شوي اتقل من هديك. بدي اقولكم انا هي لما حطيتها هي كمان ضلت شي يوم كامل ما نشفت لي شعري، وانا اصلا ما كترت. يعني انتو هيك اعملوا بختين ثلاثة وخالص، ما تكتروا كتير، ومو كل يوم تساووا هذا الشي لانه عن جد بضرب الشعر وشعركم بصير بينشف اكتر وتعدموا لشعركم يعني. وهي البارفان من نيهان كمان الى نوع تاني غير هي، بس انا عجبني هذا يعني حسيت ريحة احلى فاخدتها لجربها. في كمان ريحة تانية غير هي، ريحتها كتير حلوة. فهي من نيهان جربوها عن جد. هي بعطيها قديش من 10؟ بعطيها من 10 7 من 10. اوكي هلا البارفان الثالث للشعر اللي هو هاد من شركة يونيك اسمه. هي على فانيليا وفي منها كمان على فواكه، عرفتوا؟ بس انا يعني ما بحب الروائح اللي بتكون شوي فواكه فيها. اكتر شيء كتير بحبه هو ريحة الفانيليا، بشتري كريمات فيها فانيليا، بارفانات، فكتير بحب هي الريحة وبتعجبني. فلهيك جبت هذا تبع الشعر، لقيته تبع الفانيليا. شو مكتوب عليه؟ انه بيعطي لمعة للشعر وكمان مع بروتين الحرير، هيك مكتوب. انا قلت شو هاد بروتين الحرير؟ يعني ما عرفت شو هاد.
ورا مكتوب انه بروتين الحرير معروف انه بنعم الشعر وبيعطي الشعر لمعة. وكاتبين عليه كمان انه فيكم تستعملوه لما يكون شعركم ناشف ولما يكون شعركم مبلول. لقيكم الصراحة انا بعد ما جربته بس حطيته على شعري لما كان مبلول ما لقطت الريحة كتير، ما بعرف ليه. حسيت الريحة لقطت اكتر لما نشف شعري، ويعني مثلا سشوروه او شيء او بدون سشوار نشف شعركم لقطت الريحة اكتر، عرفتوا؟ فكيف تستخدموه؟ هون في هون مثل كبسة بتكبسوها هون، شايفين؟ من هون، وبعدين من هون بتمسكوا هيك، بعدوه شوي عن شعركم بتعملوا هيك، عرفتوا؟ فأنا كمان ما بكتر منه، شايفين هلا بس حطيت 3 بخات، لما جربته كمان حطيت 3 بخات مثل هلا، ما كترت لأنه ما بدي شعري مثلا ينتزع أو شيء، لما حطيته ضل شعري لتاني يوم فيه هي الريحة، يعني ريحته عن جد بتجنن كتير كتير، طبعاً أول يوم لما تحطوه على شعركم بتكون الريحة كأنه ريحة قوية، بس تاني يوم بتبلش تخف شوي، إذا حدا جنبكم بيشم ريحة شعركم بتضل طالعة الريحة، عرفتوا؟ قوية. وتاني يوم كمان نفس الشيء، بتضل الريحة بس بتخف شوي، بس انه شو بتضل ريحة بشعركم. وفي منا نفس الريحة على بارفان عادية لاشتريت، لانه عن جد ريحتها كتير حلوة للشعر، يعني حرام للشعر لازم نبخ على حالنا منها، ما بعرف. فقديش بعطيها هي من 10؟ بعطيها 10 من 10، هاد احسن شيء عن جد. هلا هدول هاي مثلا فيكم تستخدموها للصيف مثل ما حكيت، وهي كمان فيكم تستخدموها عادي هيك بالايام، بس انه اذا كثير هيك بدكم انه تضل الريحه وكذا فاستخدموا هي، عن جد كثير كثير منيحه. فاذا بدكم تشتروهم بتلاقوهم موجودين بالروزمان، ما بعرف اذا موجودين بالدي ام، لازم تشوفوا. كمان رح احط لكم روابط البارفانات كلياتهم تحت بالوصف اذا حابين مثلا تشتروه من الانترنت او شيء. فهذا كان الفيديو لليوم، بتمنى اكون فدتكم بتجربتي عن هذا الشيء لاول مره، لانه اول مره بجرب هيك شيء انا. طبعا الفيديو ما له دعايه، هذا بس رايي الشخصي، وبنصحكم عن جد تجربوها، لا هي ما بتخسروا شيء، جربوها. فهلا حبايبي بنكون وصلنا لنهايه الفيديو، لا تنسوا تعملوا لنا لايك اذا حبيتوا الفيديو، وديسلايك اذا ما حبيتوا الفيديو. وانتم كمان اكتبوا لي تحت بالكومنتات، ما عم تكتبوا لي شيء على فكره، عم شوفكم انا، اكتبوا لي بالكومنتات تحت شو انتم جربتوا شغلات او روائح للشعر او كذا. فبس هيك، وهلا بشوفكم بالفيديو الجاي، مع السلامه، باي.